بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا باسي آقرونا راحت يكانينا وآقرين ويبروتقارها ملاك من بفارز لي جمارة هزارو دو ساتو سيو شاش. أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، ويسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو صهر، ثم يعاد كما كان. فرمي أبو هريرة فرمي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي براسي حميم كآوي قرمينا وآقري جهنم أكري بسر خلقيا أواني كلاناو جهنمان بسر سريانا هتاوكو أغاتناو قرقراغيان وهتاوكو ناو قرقراغيان أتاقيو ورد ورد بناو يسكو دماركان يانا روا هتاوكو أغاتناو بيكانيان أنجا دواتر چاك ابنو ديسان بوشيوا كريتو بسريانا. جمال 1236 أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه، قطعت فروة رأسه، وإذا شربه قطع أمعاؤه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. فرمي التفسير وآتاك الله جل جلاله أفرمي: ويسقى من ماء صديد يتجرعه. أهل جهنم آويان بي أدري لآويك ناوي صديدة وأوان جرعة جرعة بجبج ليه خونه. فرمي: أو صديدي لينزيك كريتو أو حزناك لينزيك بيتو لبرتينكي بلام دواتر ناچار بي داوايك لينزيك كريتو بيستي دموچاوي أكولينيو بيستي سري شقبا لتيني قرمي أو آويا. فرمي: بلام بناچاري أي خواه هموري خوالكاني هلا وشيني تاوكو لباشي وشيته درو. إن جاء الله جل جلاله فرمي: لو آوان خواردو رخوالا كان ينهمو التقي، وفرموي هركات يقذاوي آو بكن أو آوان بودي كالمهل يشوي الوجوه دا متاويان بوشي ودا عمالي هر بيجوي بيخون كخرابترين خواردنوي. جمارة 1238 أخبرنا أبو الصباح قال: سمعت يزيد بن أبي سمية يقول: سمعت بن عمر يقول: هل تدرون ما المهل؟ المهل مهل الزيت، يعني أحره. فرمي ابن عمر فرموي: بما إن كالمهل أزان المهل شيء بريتيلا اشتكى وكو زيت وايا بلام قرمترين زيت وقرتشاوترين زيت. جمال 1239 أخبرنا رشيد بن سعد قال: أخبرني عمر ابن حارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء كالمهل، قال: ككع كير الزيت إذا قربت إليه سقطت فروة وجهه فيه. فالميوكو زيت يكي قرشاوا كأمندتي نزور هر نزيكرا ولد مشاي بيسي دا مشاي دا مالري وكويتنابي. جمارة 1240 بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمان سند فرميتي قال: لسرداق النار 4 جدر، كثف كل جدار مسيرة 40 سنة. فرمي هل يكلا جوركاننا وآقر كإنساني تيا أو إنساني كلنا وإنفرادي كخويتي لنا وآقرا. فرمي چوار ديواري هي بانتاري هر ديوارك 40 سال بروي بيناقي علامة بوي كدرچون نيالي. جمارة 1241 بهذا الإثناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهمان سند هل بو بغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غسلين أهرقت في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أقر يكدولي لغسلين أو كي مجرعتنا جهنم برجتنا ودنيا وبوني هم دنيا ناخوشك بلام أمسي فرمو ديهر سيكي لاوازا. جمارة 1243 أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: إن عذابها كان غراما،
قال الغرام اللازم الذي لا يفارق صاحبه وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام فرمك الله جل جلاله باسي جهنم كا وفرمي سزاكي غرام غرام يعني سزاكي هرجيس ليد لينا بيتو بياتا نوسي شنك اگر ليد لي بيتو غرام نيه جمال هزار وصاتو شلسي اخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن ابي جعد قال سأل علي هلالا الهجري ما تجدون الحقب الواحد قال نجد في كتاب الله المنزل 80 سنة كل سنة 12 شهرا وكل شهر 30 يوما وكل يوم 1000 سنة فرمي هلالي هجري برسيار من كلا علي كوري أبي طالب وتبان حقوب تشيا حقوب تشيا كلا جهنم فرمي لابثين فيه أحقابا فرمي مال كتابي الله أبيني وما نهر يك حقوب هشتا صالة هر صالة كيش دوان زمانجا هر مانجي سي روجة هر روجة كيش 1000 صالة لصالة كان الدنيا يعني هشتا 360 صالي تو تيامني تو لقد يك حقوب اجتياد بس او نفر مو يك حقوب فرميتي احقابة شان حقوب اجتياد يعني لسروسيا شوار حقوب 5 حقوب 6 حقوب 10 حقوب تا زياد ريش جمارة 1244 قرئ على سعيد بن أبي عروبة عن قتادة يذكر عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون فرمي أهل آقر چل دان صال مالك جهنم بانقا كان جوابي الناداتو دواي چل صالك جوابي الناداتو فرمي ايوا بتياب منه قال فكانت والله دعوتهم على مالك ورب مالك قال ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيسكت عنهم قدر الدنيا 2 مرات قال ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون أفرمي دعاء وبانجي الله كانوا بانجي مالك كان مدتك زور الله ين ايبر ورد غارماني ما بهو خرابه كاري تاون ما نو هاتي لنا جهنم و قمراب وين در مانك ايتر لما دو ظلمنا كاين يا مكاري تشاك كاين افرمي بقدر همو تمني دنيا تمني دنيا بون من بلين مليون يا صاله دو اوندا دو مليون صار لسري انا وسيد و والله ما انا داتو هره وندا علي بيضنق بنتي يا و برس وايس زي خوتام خلق سمك قال فوالله ما تكلم القوم بعدها بكلمة وما هو إلا زفير وشهيق في نار جهنم فشبه أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق أفرمي إيتر يقسى عن فين أكل النار جهنم لدواء ويك بيانا وتري بيضنق من وتياب منه إلا زفير وشهيق جاء أفرمي زفير وشهيق شيا أفرمي ضنقي قيد ريجا كاتك أصاري بريتيا لصارينو هالمجين ويها ناسا أو زفير شهيق. أبوش يولا جهنم آمين أو ضنجا بوش يوا بها تهتا يا. شبارة 1245 أخبرنا الحكم بن أبي عمرو ابن أبي ليلى أحد بني عامر قال سمعت محمد بن كعب القرضي يقول بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة فقال الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فسألوا يوما واحدا فخفف يخفف عنهم فيه العذاب فرد عليهم أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى فردت عليهم الخزنة قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فرمي محمد كري كعب قرضي فرميتي بمان قشتوب ومان باسكلا وكأهلي آقر دعواكا لبارزران لا باسوان كاني آقر هتاوكو يكروج بپارنول الله یک روش تزاير لسر سوكا فرمي پارزراني اگر والله ميانه دن ولن ايوا پیغمبران تن بونه هاتوا اگادر تن كنو لم روش گارا الين با فرمي خزانه كه پيان رد بو ختان هر بانگواس كنو ايوا بانگواس تن بكزنا گاو لگوم رايابون قال فلما يئسوا مما عند الخزانة نادوا مالكا وهو عليهم وله مجلس في وسطها وجسور تمر عليها الملائكة العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال
سألوا الموت فسكت عنهم لا يجيبهم 80 سنة. قال: والسنة 60 و300 يوم، والشهر 30 يوما، واليوم كألف سنة، فما تعدون؟ ثم لحظ إليهم بعد 80 فقال: إنكم ماكثون. فالمدواء أوي كيتر أزانا حرسوا بارزا ركان جهنم ولام ينادنوا بانجي مالك، كان مالك لسر برديك لنا وراستي جهنم، هم جهنم بيني وأهل جهنم يجدروا ناوي يعني باش يسروا باش يجروا أبيني، وملائكة كان عذاب بردوام للاي مالك وأرون ودينو سر برشتي جهنم. كان بانجي مالك كان ألين بپروردگارت بڵێ با ئێمە لەناو بەرێ بمان کوژێ نەجاتمان با لەم سزایە. ئەفەرمی 80 ساڵ لە سەریان بێدەنگە بێ کە هەر ساڵێکی 360 ڕۆژە و هەر ڕۆژێکی 1000 ساڵە. ئەوەندە بێدەنگە بێ لە سەریان دوعا وەڵامیانەداتەوە، فەرمێ ئێوە ببمێننەوە. فلما سمعوا منه ما سمعوا أيسوا مما قاله، قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون، فهلم فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله، فنفعهم الصبر إذا صبروا. فأجمعوا رأيهم على الصبر، قال: فصبروا فطال صبرهم، ثم جزعوا فنادوا: سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أفرمي دو أوي كبوشي و جوابكي مالكي عن جويلي أبي هندي كان بانغ كالن كاكا ما بلاونا راحتي وعذابك كتياين با صبري لسر بقرين چونك براستي أهلي بهشت صبري عن قل لسرنا راحتي كانوا بلا كان الدنيا دو أي بهشت يعني بدا زينا إيه مش بالا سلمنا راحتي عن قل صبر بقرين بالا سر أم فرماني الله صبر بقرين وكوشون أهلي بهش صبري عن قلة سر جبت شكرني فرمانا كاني الله ودول كرتنا ولا قد أخذ كلام كاني مش بقى صبر بقرين مشكم رزقار ما عنده فرمي صبر قرين مدته كيزورة من النوى دواتر سيرة كان هي جواب يعني نادر يتو. ثم جزع دعاء وانا راحت ابنو دي ساندسة كان وبهات وهاوار انجا بانغا كرين بانغا كان يكتري بانغا كان بخوا صبر بقرين وهات وهاوار يش بكين ايه مكاز رزقار ما ناك اي من منجي. قال: فقام إبليس عند ذلك فقال: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم أن جدوا أو إبليس حلسي وتاريخ يعني بودا لنا جهنم كب الله جل جلاله بلنا كيف يدابون بلنا كي حقبو من بلنا كم بيدان بلنا كم ناحقبو من ده صلاة بسر إيوة نبو بانكوازي إيوة مكير إيوة ولام تاندامو لو مي من مكان لو مي خوتان بكان إيتر من كافر بويك إيوة من تان كردو بشريكي الله من تان فرستوا وجراري من تان كدو الأمروي لبريو جراري الله بكن أمرو بخمان هما لنا وسزابي نمن فرياي إيوا كوم نأيوا فرياي من كوم ما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال: فلما سمعوا مقالتهم مقتوا أنفسهم، قال: فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالمدوا أوي كيتر وتاركي إبليس يعني جوا لبيته والله مي يكتر دنا ويتر زور رقي عن لي يكتر أبي إن جاب عن كرين كان يرقتان لخوتان رقتان لخوتان بيا رقي الله لسرتان زيادة لو يخوتان. إلى قوله: فهل إلى خروج من سبيل؟ قال: فرد عليهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. آت كاني سوري غافل حتى وكفرني چون دروتان نیا لبروی ایو هر کاتی الله جل جلاله بتنها بپرسرای و پیتان ناخوش بود جاتی اهلی توحید تان کر و کاتی کش خلق کافر ابو پی ایو او کستان ریز لیا گرت او حکمی الله ایو ابی هر اواب من نو. قال: فهذه واحدة. قال: فنود الثانية. فالمیم بانگ وازیه کمیان جاری دون بانگ کنو ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال: فرد عليهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يقول: لو شئت لهديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. جاري دون بان كني برورد قارمان بيني مانو بيستمان بمان جيرا روي تركر داري باشاكين ولا مدرينو نخير إما قال بيستمان لسر بو أهو من هداية داوهم وخلقي من هداية داوهم ومان لسر يك دين كوكر دو بلام او حقيقتك ابي جهنميها بي وبهشتيها بي هردو لا برب كريتو لانسان كان لقل جنوك كان بويا سزاي خوتا ام بخون لبروي كافر بوبون بو روجيك امرو بيغن او باورتان بي نكرت بو لكاتي كاتان زاني او روجا دي ايوا شنا ناوي كشي لبيرتان كرد بو بويا بمن نو لو سزا با ايشيا
هتا وكو هتا. هذه اثنان. قال فنود الثالثة: ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. فرد عليهم: ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أعتكان سورة إبراهيم فرمي جاري سيمش ديسان بانجي الله كان جل جلاله ولني فروردقار من بانجي روا مدتك كم لسرزبي إما والامي بيغمران دينو شيني أنا كوينو لا رينا كين. فرمي: والامي أنا دريتوا آيا إيو بيشتر نتانا ودي إما بوها تهتا مينين وإما لخوش حاليا بينو زينو بونا ونيا ولا حالو مكاني خوتان ولا مالو كوشكو تلاري خوتان دانش تبون استمتان لخوتان كردو لخلقيتان كرد لكاتيكا أوهم نمونيا لبيشتانا هين رابو وبيني بوتان بچاوكاني خوتان جابوا إيو فيرو طلقي خوتان تان كرد والله جل جلاله وقاداري همو فيرو طلق كانتان بو فيرو طلق كانتان لقوري يقراني خريق بوكيا وكاني لنا وبرد. أما سيام جاريش جاري شوارما فرمي بانجي بانجا كانوا ديسان: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال أولو ابن عمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أتكاني سوري فاطر أي بر وردقار بمانجي روا براسية ما كرداراني كاين كلو بيش حلبو إنما نكردو ألمو دو همو كردارا كان كاينو فرمانا كاين دو جيبجي كاين الله جل جلاله وعلا ميان داتا وأوندة من ما نبينا دان لدنيا كبير بكانو كردارا كان بكان وند تمن من پیداون کبد شما به خودانه بلامه و تمنه کتان خسار کدونه چونو با خودانه بو ایوه هیچ کس امر پشتیوانی تان ناکاو سر ناخرین. ثم مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون مدته جمنو بو شوي ببيضنگيد او الله جل جلاله وان يانك اتكاني من اخرين راو بسرتانا ايوه پيروتانا كذو بدروتانا خستو. فرمي: فلما سمعوا صوته قالوا الان يرحمنا قالوا عند ذلك غلبت علينا شقوتنا كجوان لا بانغوازي الله بيرن براسي بيش يسر حمان بيبكا بويا بانغا كان لني برورد غارمان إيما خرابة كاري من ظالبو بسر مانا بيساي خو من بو أو كتابيك لسر مان نسرابو وكنا قوما ضالين وخوش مان قوما كي قمرابوين جابوي أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون. بمان جرر وعد بيقر خرابة كاري مان كروا إما يترشى يستيام سزاين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون بيضا بنقصة يتيامك. فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء منهم تل دواء وناتوان بانك بكنو هاوار بكنو. وأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجه بعض فأطبقت عليهم يتر دواء روى كان يكتريو برويك أورنو لومي يكتري يكنو جهنم دا آخر لسريع. قال: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر أنه ذكر له أن ذلك قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أفرمي أزهري كري أبي الأزهر فرموي: أما لو كاتا كام آيتا تفسيريك أبوما أو روجك أو أن بواني يقصب كانوا يتر إذن يعني نادرا عزري شبوك تري بيانا وهربي بوشي ولا جهنم بمينا و ثري جمارة هزار دو سطو شلو شاشة. فرمي: أخبرنا محمد بن مطرف عن الثقة أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه في البيت فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام اعتنقه الفتى فخر ميتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده. فرمي إكيق لغنجا أنصار يكان زور لباري آقر وخوين ديوتا ويليهو ترسي لأني شتو لمالونا أهات دروب ويتوشي تاوان نبيو بخريتنا وجهنم. أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي بيستي سرداني بكا سرداني كردو شوية مالو بولاي قنجا كك رسول الله بيني صلى الله عليه وسلم باوشي بياك باوشي بياك كردو طنقوشي بخويا أوان دينا بالروحي لباوشي رسول الله صلى الله عليه وسلم درجو. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي جنازك يا ما دب كان بان يجي لسركين وكفريكين وبيبين قرستان بين يجين براستي ترسي آقر قشتوتا سر جغري يعني جرقي بالريوا أم فرمو ذي ضعيفة. جمارة هزار دوسط جنوحة ود أخبرنا معمر عن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتهم فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم وذهب ما كانوا يحذرون. أفرمي محمدي كريم كدير فرمية كاتك كآقر دروس كرا ملايكة كان زور ترسان ضليان خريق بدرهات والام كآدم دروس كرا يتر هيور بونو زانيان وأقربو عني. جمارة 1248 أخبرنا
زياد بن أبي مسلم عن صالح أبي الخليل قال: ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله إليه نفرا من الرسل، فتلقوا بالفرح والسرور في ناحية المسجد مصل يصلي لا يلتفت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا قد رأيت منه البشر والفرح غير صاحب هذه الزاوية. فقيل له: أما إنه قد فرح بك كما فرحنا، ولكنه خازن من خزان جهنم. فالمدير ضعيف أقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أو شواك إسرائي بيكراوة ملايكة كان دي ولا بيت المقدس بيغمران دي ولا بيت المقدس هميان دل خوش بون بيو خوش حاليان در بري ويكي كان نبي لسوشي كي مزقوتكا بيتاقد بون يجينا كردو. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي بوها متان خوش حال بون بيام أو بياوة نبي وتيانوا زور خوش حال بو بهاتنت بلا موايا أو يكيكا لا خزنة داركاني جهنم بويا نابي هيج كاتي خوش حالي بدا متشايو ديار بي چونك عذابي خلقيا نابي وان جمال 1240 أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا قتادة قال هرم بن حيان: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. فرمي هرمي كري حيان فرميتي هيج كسم نديوة نم ديوة وكو آغريك كأو كسي ونبس ويك أو كسي ليراك بخبه ملكو بها ليراك بس يوي هراك الأخرى بكاني نقبي أقابل أخرى بكاري وانجام بداو تيب كيف وهو كسشي كطالبي بهشتا نم ديوة بخبه ملكو بها لوروي بروا بوي بشتا ناري. جمال 1250 أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن سليمان بن موسى أن ابن مسعود كان يقول: أعجبني ضاحك من ورائه النار ومؤمل من ورائه الموت. فرمي ابن مسعود فرمي براسي سيرم ليدي لكسيك بي أكانيو كتي بي أتي دوه بي أكينك بشيت الجهنم وكسيك كفر لأميد كتي مردن هاي ونهزاني كي يخي أقري خد براسي سيري ستو هل يقلي مخرابة كاري معنى كي يقلي الله جل جلاله ليه معنى خوشة بي پی اکنین دلمان خوشه با چی دلمان خوشه با ایکلی خوش بونه که من بده زینه و خوب بده سمان نهه ناو و اگر بیتو بده سینه نیم ببرین با جهنم چی و به همان شویسه امید من بچی هی چند سالی که واکین و چند سالی که واکین و اگر مردن احسا گرتی دی خو مردن هر دقیه بید گره نازانی که و چون جمار 1251 اخبرنا الاوزاعی و قال: کان رجل یقال له غزوان جعل على نفسه ألا يضحك حتى يعلم مصيره من الجنة والنار، فملك نفسه فلم يضحك حتى مات. فلم يكن نبي غزوان بو فلم يكن بياوة كردي ببالين لسر خوي كبيانا كان يهتا وكون زانا لبهشتا ياخد لجهنم. فلم يكن بوشي وما يوا بيانا كان يهتا وكو وفاتك شو كان بحقيقي نيزاني اتشيت بهشتا ياخد اتشيت جهنم. جمال 1252 أخبرنا سعيد بن سنان قال: سمعت يعني أبا الزاهرية يحدث عن كثير بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأقماع أقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمدية مرسلة يعني لقصي صحابات زياتر. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: ويل بوك سانيك قصي بطالكا، وويل بوك سانيك لسر تاوان بردواما لكاتيكا نازان بروكي أرون. جمال 1252 يعني يوك سانيك قصاك النازان شيالين وكذلك النازان شيالين براسي ويل بوان إنسان بي قصي كربزانة شيالين وكذلك كربزانة شيك شرعي بي بوي بوزهنم ينبع براسي ويل بوك سيك نازان شيكا وشيالين تابر جهنم يبقى. ثريك وتاي أنبا بجمال 1253 قال: أخبرنا أيضا أنه سمع أبا هريرة يقول: أنا أبو الدرداء يقول: إني لست أخاف أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت، ولكني أخاف أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت، ولم يؤتي الله أمرا ولم يؤتي الله امرأ علما في الدنيا إلا سأله ضماره عملا يوم القيامة. فرمي أبو الدرداء فرمو براسي من لروجي قيامتها ترسم لونية كبرسيار مليب كانتو تشيو زانيو ببالكو من لوقت ترسم كبرسيار مليب كري لروجي قيامتها تشيت بزانستكت كردوا
چند کردارت پی کرد چون که براستی الله جل جلاله زانستی هر شتی که داره به هر عبده الا داوی کردار کشی اکانی جا براستی اگر بیتو کردار که نبی بقدر خوی سزا اچیجی بابی جماره 181 فرمی باب فی الکبر و النمیمه اما بابی که بوم دارشتی لباره دو تاوانه و که انسان خاطر جهنم طبعا ببابي بهش دسي بيكرت وكو ترغيبك ببابي جهنم كو تايهات وكو ترهيبك انجا استا او كردار انا مان بو باسكا كإنسان بات جهنم ودو كردار ايش باسكا كدو كرداري زور غورو غران وقرسن وانسان قد تيايا بي حتما لي بات جهنم وكي كم يعني شي كبرى دو مشان نميمه بوشي كبرو نميمه بيك وهي لبروي هر دو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيتي بهو كاري ويك انسان اگر تيا بينا چت بهشتو ونص فرمودا فرمي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر نا چت بهشت او كسي بقر گردي توزه كبر لا ضل ياتي وبنص فرمودا فرمي لا يدخل الجنه نمام او كسي كاري قسهنان وقسبردنا نا چت بهشت ويمدو كرداري بيكوا هناو ثري كمي بابا كافر مي أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب الآية فلا يعقلون أنس كوري مالك فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لا شوروية كما بيعواني كم بيني كبا مقصد اللي وكان يعني الزبانيان أبرره مقصد كاش لآقرة وتم أي جبريل وانا كين بوعين ليه كان فرمي مو تاربية جاكاني أمتا كتن كفرمانا كان بخلق شاق بي بلام خويان تكبرة كان بسر أو علمية كهيانو أو فرماناني بخلق يعني كردو أو دقاني قرآن السنة خويان خرار بهوي أو كبريانو كلاآز أو حقايا هيان بو وخلق يعني بكم زاني وملزم يعني كردو با حقه وبلان قيان وابستين بون أمانة لكاتك كقرآن جخوين نو أو سزايا أخر لبرعي خيان عقليان بين أشكال جمارة 1255 جخبرنا موسى بن علي ابن أبي ربا ابن رباح قال سمعت أبي يذكر عن بعض من حدثه قال ثلاثة في النار قد آذوا أهل النار وكل أهل النار في أذى رجال مغلقة عليهم توابت من نار وهم في أصل الجحيم فيصيحون حتى تعلو أصواتهم أهل النار فقال لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا قالوا كنا متكبرين ورجال قد سقطت بطونهم يحسبون أمعاءهم في النار يسحبون أمعاءهم في النار قال لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا قالوا كنا نقتطع أموال الناس بأيماننا وأماناتنا ورجال يسعون بين الجحيم والحميم لا يقرون قيل لهم ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا قالوا كنا نسعى بين الناس بالنميمة أفرمي علي كري رباح فرمي جملة بوا بومباسكرا ولا لأنها ولاني بيغمر وصلى الله عليه وسلم كسيكس لنا وجهنم زورترين سزا أدرين وأهلي أجر خوان هميان لسزاين بلام سزاي أوان ليه هموك سيقور استرو زيادرا يا كم يان بياوان يكن لناو تابوتان كلا آسن دروس كراو لبنوي أجرن لبي هاوارا كان تاضن جانقاتا أهلي سروي أجر أهلي سروي أجر ولن باشا إيو بولنا أم همو خلقيا أو سزا قور سدراون ولن إيما متكبر بون خوب زلزان بون بوي أوار سوا كراوينو لجيري جيري وينو أو عذاب آخوين و پیوان گفر می ری خولکان یان درچو سکیان تقیوت ولنا واگراو ری خولکان یان بدوای خو یان را کی شنه دی اگرلن باشه یو بواتن له یات و بو ام سزا اخون لنا ام هم خلقه الان ایما بسوین دی درو مالی خلق مان اخوار و با امانت مالی خلق مان ورگتو امانت کمان اخوار یاخد امانتی د صلات مان درا دسو ثروت سامانی ملت ولات مان هللوشی و پیوان گله نیوان حمیم و جهیمه یعنی گوشراوی اگرو آگری طر على قل آگری وش که اهن رن و ابرن و هربوش یواس زاد رن. بانگی وانی شکرین. باشه ایو بله کی که آنجا گیر نبند بو به هر دو نوع عسزا که بچی اجن.
ألين براسي إما نميمة معنا كل بيني خلك أبويا لبيني هردو سزاكا يا أرون يعني قصي أما نهنا أبو أو هي أويش بو أو بويا لم أقر أبو أو أقر أبرين إن شاء الله لرعا وسين درسي دات وبردام بين والحمد لله رب العالمين.